الجنرال لورانس كورب، هل الولايات المتحدة غضبت لأنها تيقنت بأن الصين انتهكت القانون فوق حدودها، أم أن الصين تجرأت على فعل ذلك؟ أيهما ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الفعل أو هذا الرد من الفعل؟ أوكي. Obviously, if this يتضح بجلاء أن هذا الخطأ كما ذكرت الصين كان عليها أن تخبر الولايات المتحدة قبل ذلك، وأن هذا خطأ في مسار المنطاد، ولكن لا يبدو أن الصين فعلت ذلك عن عمد. وبالطبع سوف نلاحظ في الأيام المقبلة موقف هذا المنطاد، ولكن فيما يتعلق بالأقمار الصناعية وما إلى ذلك، يمكن لهذه الأدوات المتقدمة أن تستخدم لأغراض عسكرية، ومن ثم فإن هذه لربما تكون طريقة صينية حتى تحصل على معلومات استخباراتية. ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه أن يضع كل الاحتمالات، ولكن عليه أن يبدأ التحدث إلى الجانب الصين حتى يتعرف على الهدف الحقيقي وراء هذا المنطاد. ولكن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجل زيارته إلى الصين حتى يأخذ الأمر على محمل الجد.